والله يا صاحبي، يعني لك أن تتخيل يعني إن حتى فيكتور جوميز أفضل حكم في القارة النهاردة، هو والطاقم اللي معاه ذبح، يعني بص، ذبح بترو أتلتيكو، يعني ذبحوا بترو أتلتيكو يا جماعة. فساد فوزي لقجع، يعني مخلي الكل مرعوب. يعني تخيل انت، يمكن انا هنا وزميلي كمال الفرة زملكاوي من غزة، صديقي العزيز كمال الفرة، تحياتي ليه وكل عائلة الفرة وكل آل الفرة في غزة، زملكاوي. وبيقول لك يعني بيقول لك رغم ان انا زملكاوي لكن الحق والعدل ملهوش الوان. بيقول لك جوميز تغاضى عن طرد مؤكد لاثنين لعيبه من الوداد. جوميز العادل ذبح بترو اتلتيكو، امال بكاري جسامه هيعمل ايه لو جه في المباراه النهائيه؟ يعني بكاري جسامه هيعمل ايه؟ يعني النهارده فيكتور جوميز كان خايف ومرعوب بشكل، حضراتكم يمكن كنتم متابعين المباراه، النهارده ذبح بترو اتلتيكو. يعني في كوره لاعب من الوداد شال الكوره بايده، عيني عينك كده، ومنع فرصه محققه، ومع ذلك ولا حياة لمن تنادي من فيكتور جوميز، لأن كان يستحق إنذار وكان عنده إنذار، وده الإنذار الثاني، وكان بالسلامة بقى كارت أحمر. يعني الكورة زي كده تغير الماتش، ولكن جوميز طنش. وقس على ذلك، يعني النهاردة يا جماعة، يعني الله العظيم، ابو احمد مصطفى مساء الفل يا ابو احمد. يعني انا لا ارى مثل هذا الفساد في الكوره يا جماعه. الوداد وبترو اتلتيكو مباراه انتهت 1-1، كان متقدم بترو اتلتيكو 1-0 وكان متسيد، ومن خطا من ضربه ركنيه تعادل الوداد وانتهت المباراه 1-1، وكان الوداد فايز 3-1 كده. النتيجة أصبحت 4-2 وصعد الوداد إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال. الغريبة مش إن فيكتور جوميز كان سيء، لا 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 لا، مش الغريبة إن مش فيكتور جوميز اللي كان سيء وبس. يعني يا جماعة، حتى ولذلك أنا يعني النهاردة عايز أخدكم لحاجة مهمة. إحنا كمصريين ترجعنا، ملناش قوة ولا لينا الفوز ولا لينا سلطان ولا لينا تواجد، لا على مستوى الاتحاد الافريقي ولا حتى على المستوى بتاع القنوات الفضائية اللي بوزن بي ان سبورت او الكلام ده كله. المصريين متراجعين وبعيدين كل البعد، حتى في التعليق والقنوات الفضائية والإعلام المسموع أو المقروء أو المرئي المؤثر على مستوى الوطن العربي. يعني شفت على يعني أرصد لك بعض الحاجات النهارده، معلق المباراة، يعني يعني النهارده طبعا فيكتور جوميز كان بره التركيز ووضع عليه الخوف والرعب، انا لا اشكك فيه، ولكن اهو من ايامه السيئه النهارده ما كانش كويس، ما كانش كويس، وبترو اتلتيكو اتظلم ظلم كبير جدا. تعال بقى على مستوى التعليق، يعني انا بستغرب، يعني بي ان سبورت من المفترض المعلق ملهوش راي،
ولا لي دعوة بالأحداث اللي بتجري. النهاردة الجواد بده، جواد بده المغربي كان معلق على مباراة بترو أتلتيكو الوداد. يعني سيبك من ان ايه قال لك الوداد اقوى الفرق في افريقيا، ومن يشكك في ذلك فهو واهم. وبعد كده حتى بيتكلم كلام مش فاهم حاجة، يعني بيقول لك ايه الوداد اقصى سان داونز وفاز على الاندية المصرية في ملعبهم مثل الزمالك. اولا ده غبي يا ابني اللي طلع سان داونز بترو أتلتيكو يا متخلف. مين جواد بده ده يا جماعة؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ده معلق ده حاجة ولا تفهم منه حاجة. وبص بعد كده يعني انا عايز افهم، بص عايز ادخل لك عشان تعرفوا الموضوع بس وصل لايه. وبيساندوا فوزي لقجع ازاي؟ هم في المغرب بيساندوا فوزي لقجع وعارفين ان فوزي لقجع فاسد، هم عارفين ان فوزي لقجع فاسد وبيساندوه بكل قوة. يعني اهو من ضمن المعلق ده دليل على الفساد اللي احنا فيه. بص قال لك ايه الوداد وبترو أتلتيكو مباراة تاريخية للوداد. اتكلم عن المباراة زي ما انت عايز، وراح مدخلك في ملعب المباراة النهائية. قال لك تم اختيار ملعب مركز محمد مركب محمد الخامس بالمغرب لاستضافة النهائي من قبل أعضاء الكاب بكل مصداقية وشفافية ونزاهة. وهي أمك، وهي أمك جواد بده معلق مباراة الوداد وبترو أتلتيكو، بيقول لك ايه تم اختيار ملعب المباراة النهائية مركب محمد الخامس بكل نزاهة وشفافية، واخد بالك انت، ومصداقية من قبل أعضاء الكاف. فانت ترد عليه على طول تقول له هي أمك مصداقية ايه بتاع المصداقية؟ انت مصداقية دي تبقى خالتك، شفافية دي تبقى خالت أمك، نزاهة تبقى عمتك. شفافية قال ونزاهة قال ومصداقية، ايه ده معلق؟ وانت مالك انت؟ وكيف تسمح بي ان سبورت ان واحد زي كده يقول رأيه؟ يعني كنت يعني ازاي يعني؟ يعني يا جماعة فساد في الكاف ومجاملات في بي ان سبورت احنا قرفنا. لازم يكون لينا دور كمصريين ونعيد حساباتنا ونكون في مناصب مؤثرة وما نسيبش الملعب كده بالشكل ده يا جماعة. طب بص بص اقول لك حاجة تاني. قال لك ايه بقى جواد بنت معلق المباراة؟ الحياد والديمقراطية كانتا شعار الاتحاد الافريقي في اختيار ملعب المباراة النهائية. وهي امك الحياد، الحيادية يعني، والديمقراطية حيادية دي تبقى جدتك، والديمقراطية دي تبقى مرات أبوك. الحيادية والديمقراطية ويقول لك إيه والمصداقية والنزاهة والشفافية هما العنوان اللي تم اختيار بيهم ملعب المباراة النهائية مركب محمد الخامس. النزاهة والشفافية والأمانة والديمقراطية والحيادية اللي خلت بلدياتك فوز لقجع يخلي احمد بن يحيى الموريتاني يتفق مع رئيس الاتحاد السنغالي في صفقه مشبوهه انه يسحب الطلب بتاع السنغال عشان ما يبقاش غير في طلب المغرب، بعد ما كنتم متاكدين. يا للاسف يا شله مشبوهين كلكم على بعض بالمنظومه الاعلاميه بكله، كله بيشارك في الفساد في المغرب، كله بيشارك في الفساد. شوية أفاقين على رأي عصام أبو كريم وعلى رأي أحمد عمر جابر لأنك معلق مستفز وكان شغال يتكلم على ملعب المباراة النهائية أكتر ما بيتكلم عن المباراة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشفافية دي اللي خلت السنغال تسحب في الوقت الضايع ومحدش يعرف غير لما يتعلن ملعب محمد الخامس، وتسحب وتنسحب بعد ما يتقفل الباب عشان ما فيش اي دوله تتقدم تاني. هي دي الشفافيه والنزاهه والمصداقيه؟ هي دي الحياديه
والملوخيه والشرف بتاع اعضاء الكهف بتوعك طبعا. ما هو ومين هيدافع عن اعضاء الكهف ومين هيتكلم عن اعضاء الكهف غير امثالكم؟ ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش. سيبك من ده كله، تعال شوف بقى حرقان الدم جواد بنت ده. يعني تعال سيبك من ده كله، تعال الحرقان الدم جواد بنت ده المغربي معلق المباراه النهارده بتاع بترو اتلتيكو الوداد اللي انتهت 1-1. تخيل العجب العجاب، هو معلق مباراه الاهلي وفطيف بعد ساعات الساعة 9 بتوقيت القاهرة في الدور قبل النهائي مباراة الإياب في الجزائر. تخيل أنت، يعني سيبك من ده كله، جواد بجدة هو اللي هيعلق على مباراة الأهلي ووفاق سطيف. طبعا لا أخفي عنك سرا، يعني في الشوالي تونسي والاهلي فرقه مصريه والجزائر والوفاق سطيف جزائريه، فهم بيجيبوا للمباريات دي معلق محايد ما يكونش تابع لدوله من لاي نادي. فعندك الشوالي حافظ دراجي طبعا عشان جزائري ما ينفعش، عندك الشوالي تونسي استبعدوه، وعندك البلوشي خليل البلوشي برضه استبعدوه، وغالبا بسبب مشاركتهم في هاشتاج فساد الكاف، لهم هم بيمنعوا انك انت تتدخل في مثل هذه الامور. والله العظيم احمد يحيى المراغي بيقول لك لا جواد ولا شاف حاجه ولا يعرف حاجه عن الجود. خالد عبد العظيم بيقول لك دي الملوخيه مش الحياديه. حكم ملاكي والله يا صاحبي يا جرس بيقول لك حكم ملاكي والملعب ملاكي والمعلق ملاكي، بس باذن الله هنكسب ال 11 جرجس. ولا رؤوف خليف التونسي برضه، علي عبد الصمد مساء الفل يا علي. يقول لك الشوارع يعلق على ليفربول ماشي، ورؤوف خليفة يعلق على ايه؟ اذا كان الشوارع يعلق على ليفربول، ليفربول وتشيلسي طبعا مباراة في غاية في الأهمية. وانت اصلا يعني جواد بده ايه علاقتك انت يا جماعة؟ يا جماعة بصوا، للفساد وجوه نسيرة، للفساد وجوه كثيرة. قبل ما يظهر فوزي الأقجع ويسيطر على الكاف، كان طارق بشماوي التونسي مسيطر على، كان رئيس لجنة الحكام في الكاف، وكان طبعا مسيطر ومخلي الدنيا ملاكي للإخوة التوانسة. يعني هو الفساد مستشري. ففي حرب حصلت ما بين الإخوة التوانسة والإخوة المغاربة في الكاف، وفوزي الأقجع والمجموعة بتاعته استطاعوا إنهم يضحوا ويرموا طارق بشماوي برا. واخد بالك أنت؟ يرموا طارق بشماوي برا،